تقول انت تخربط تحكي خلص انت شنو 1%؟ شو يطلع لي انا؟ يعني 99 لا 1%، انا الواحد انا ما ابي. عمي يقول ما عندي يعني، يقول ما ابي يدفع. اي وين الفلوس؟ الفلوس كلها عنده، قاعد يصرف يمين ويسار. حين يوم يصوبي انا ما عنده. شو الحكي؟ عنده مشروع جديد بيشتري. شنو المشروع بعد؟ بيشتري ميسي بيجيبه هني. منو؟ ميسي بيجيب ميسي من برشلونه. ميسي شنو هذا؟ ميسي لاعب. لاعب شنو؟ مال شنو هذا؟ لاعب يلعب كرة قدم، يقفط وهذا بيشتري؟ اي بيشتري. بحرام شو يشتري ريال؟ لا يشتري بطاقته، ما بيشتري هو، يعني يشتري يجيبه هني. كم؟ ما ادري 100 مليار، ما ادري 100 مليون، ما ادري. قالي مش شو بيسوي فيه؟ بيوديه هني دبل الفجيره، يقول عشان يصعد النادي بيدعم دبل الفجيره. لا ين هذا اكيد ين، هذا ين، انا غسلت ايدي منه. لا لا ين وقعد، كان بيلعب على كيفه، ولا شني انا موجود، ما حاسب حسابي بنيه. بعد شو تسوي عمي؟ هذا مشاريعه وهذا اللي عنده. مو كيفه. خلنا نلحق معود، خلنا نلحق على مشروع فقعه، ولا هذا رايح يفلس فينا مولية. مشروع فقعه شنو؟ مشروع فقعه الخير، مشروع الخيري. ما له فقعه اعرفها، مشروعها ما اعرفه. ما قلت ليك؟ لا ما قلت لي عمي. لا يا ابي لا قاعده. ايش عندك الليله؟ ما عندي شيء. خلاص هيك انا بالعش عندك واشرح لك. بس زين شنو تبي عشاء؟ الموجود ابي خفايف. خفايف على تشبس لك انا بط. مجبوس بط خفايف؟ مجبوس بط يعيش مهموج خفيف. يا محمد انا اشلم البط اخذ لك هذا، انا اسوي الوز البط حماس كذي مع شوي بصل. بس حاضر حاضر. حول ولا قوه الا بالله، والله يهنني هذا يهنني.